من حارة صغيرة في باب الخل نقلنا لكم نبأ الانفجار الذي أثار عاصفة من التساؤلات، خاصة مع حالة الاستنفار الأمني المريبة التي لا تتناسب مع حجم الانفجار. كانت معكم ولاء الشريف، الساعة اليوم القاهرة. تمام؟ لا يا راجل، حد مات حصل له حاجة؟ عندك بس كده شوية. ايه في ايه؟ استنى، عندك رايح فين؟ رايح فين ايه؟ رايح بيتنا. بطاقتك. حاضر. هو في ايه يا دفعه؟ اه حاضر، بالظبط. وبتشتغل ايه بقى يا سي حسين؟ الحقيقه محامي. اتفضل. طب حد حصل له حاجه؟ اتفضل. حسين، شفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ شفت اللي حصل؟ حاجة جامدة جدا جدا. عارف انت مستودع البوتاجاز من اخر الشارع؟ اللي هناك ده فرع، باو فرع. لا حول الله، ما احنا قلنا مفيش حاجة اسمها مستودع انابيب وسط الناس، محدش سمع الكلام. اشكر ربنا، الحمد لله، مفيش خسائر في الارواح، الحمد لله. لازم حد يموت يعني يا عم مين عشان يسمعوا الكلام؟ سيرة الموت، ما لا فال الله ولا فالك. يلا بينا يا عم من هنا. بس عاوز اعرف، هو في حد مات؟ اهلا، انت جيت. تعالى تعالى، انا هقول لك. ما بيقولش حاجة. اتفضل يا عمينا. بس اتفضل. اكتب يا سيدي، اكتب. ايها الاخوة الاعزاء، لقد حانت البشارة كما توقعنا، وكانت عودة الامير المظفر تلك العلامة على النصر التي هو من عند الله، وقد كانت عودته هي التي الهبت مشاعر الإخوة الصادقة التواقة للنصر أو للشهادة. الحمد لله الذي اظهر الحق وطلع ماليش دعوه باللي حصل. امال تسمى اللي حصل ده يا محفوظ؟ صدفه مثلا؟ والله سعادتك سميه زي ما تسميه، المهم ان انا طلعت براءه. وبعدين يا محفوظ؟ ولا قابلين يا باشا، زي ما سعادتك عرفت كده من التقرير، انا ماليش دعوه باللي حصل، وماليش دعوه كمان باللي هيحصل بعد كده لا قدر الله. احتياطي احتياطي. يا سعادة الباشا،
تقرير المعمل الجنائي بيقول انفجار في مستودع انابيب بوتاجاز. ايوه بس التقرير ده ما قالش بقى اذا كان حدث عادي ولا معمول بفعل فاعل. ايوه ما هو محضر الشرطه واضح وضوح الشمس يقولك انه لا مؤاخذه يعني الغفير علق على الشايف والبابور طارت منه شراره مسكت في انبوبه بوتاجاز الانبوبه انفجرت المستودع كله انفجر من اوله لاخره الحمد لله كمان الغفير جري في الوقت المناسب ومفيش حد كان ساكن حوالين المستودع يعني كمان لا توجد خسائر في الارواح. اه بس حصل شوشره وقلق وتجدير للسلم العام باللغه بتاعتك يعني. يا سعاده الباشا معقول الراجل يعني هيتغرب الغربه الوقت ده كله وبعد كده يرجع مصر عشان يفجر مستودع بوتاجاز في باب الخلق؟ لا طبعا مش معقول بس برضه ما تقوليش انها صدفه. يا سعاده الباشا انا عايز اقابله. لا مش في ايدي والله السلطه ما خليك تقابله. طب انا بقى عايز اقابل اللي في ايده السلطه دي اللي تخليني اقابله. نعم. انت متاكد ان هو يا حامد؟ اوه انا مش مجنون يا فوزيه ولا بخرف بقولك شفته والله بعقد الهاء شفته وكلمته زي ما بكلمكم دلوقتي. ما جايز راحت عليك نومه وانت في الجامعه يا حامد وجالك في الحلم عادي يعني بتحصل. طب انا كنت بحلم ماشي دي ايه؟ ايوه صحيح. من بعيد ابني بعيد خليك بعيد علي النعمه ده خايف لينفجر فينا اذا كان ابوه يا دوب حط رجله في الحاره الحاره كلها فرقعت. انت معك حق يا ده رمزي محفوظ جاي وجاي معاه مصيبه بس من اول يوم كده. الله 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 ايه ده ايه ده كله دي حرب دي ولا ايه؟ الله ايه ده يا جماعه حد بص من البلكونه الدنيا قلق الحته مقلوبه مطافي وبوليس وقلق. انت متاكد ان هو يا حامد؟ حد يرد عليها حد يرد عليها بدل ما تهور. انا ايه ده هي بتساله عن مين؟ عن خالك. خالي مين؟ ما هو خالي اهو. لا مش ده خالك التاني بقى. خالي يحيى يعني؟ طب ما هو خالي يحيى ده حد بيشوفه ما خلاص بقى اللي علي يا علي بقى. لا مش هو لا خالك التالت بقى. خالي الايه؟ لا اوعوا تقولوا هو ده. بعيد خليك بعيد. يا ساتر يا ساتر يا فندم ما هو الكلام برضه لازم يبقى بالعقل. الراجل لسه خارج من عندكم تقوموا ترجعوه هنا تاني ما تسيبوه ياخد نفسه. والله رجليه هي اللي جابته وبعدين الراجل ده وراه حاجه وانت عارفها كويس. الكلام ده بقى اسمح لي حضرتك كلام مرسل مفيش عليه اي ادله. والله احنا مش غاويين وجع دماغ ولا وجع قلب ما بيجيش عندنا هنا الا اللي غاويهم. طيب ولو فيها رزاله يعني اسمح لي حضرتك اشوفه؟ ايه؟ محفوظ زلط. طب ما تشوفه. بجد؟ حضرتك هتسمح لي اني اشوفه؟ عندك اهو خرج. خرج؟ ايوه خرج. اسكت انت بتفهم في القانون قرات احنا بنفهم فيه 24 قرات. خليك في حالك يا محفوظ. امشي جنب الحيط ولو تقدر امشي جوه الحيط نفسه لو عملت كده احتمال ما نقابلش بعض تاني. يسمع من بقك ربنا والله يا شاكر باشا. انا ما اقصدش حاجه طبعا انا اتمنى ان انا اشوف حضرتك بس ما يبقاش في المكان ده ما يبقاش هنا دلوقتي. انا مش طلعت براءه الحمد لله ومفيش عليا اي حاجه لغايه دلوقتي. طب يا ريت الحكومه بقى تعمل فيها جميله وترجعني من مطرح ما جيت. اصل بصراحه يعني بعد سنين الغربه دي كلها ما بقتش نسيت ما بقتش عارف يعني اسماء الشوارع والميادين اروح من فين اركب له ايه. بعدين اسعار المواصلات بقت لا تطاق. التاكسي يطلب ارقام مهوله ناس معاها فلوس لكل الحاجات دي يعني مع انه مش باين انه عصر رخاء يعني. ما احنا عاملين المواصلات العامه للي معهمش يا محفوظ. والله ساعتك حاولت اركب مواصلات عامه يا اما زحمه جدا يا اما لو حتى يعني الاتوبيس جاي فاضي يشوفني يجري ما اعرفش. ضروري طبعا. ضروري طبعا ليه يعني؟ انت مش شايف شكلك ولا ايه؟ مش شايف اللبس مش شايف دي؟
ماله شك دي ايه؟ اه صحيح. طب ودي حديقه في ايه يعني؟ مش موضوعك. هبعت معاك عربيه توصلك في اي حته انت عايزها. اشكرك يا امير اشكرك. على محفوظ يلا امشي. اشكرك شاب. سيبيه يا فوزيه. شو زمان منام؟ اسيبه ازاي ده ابن محفوظ؟ تعال هنا يا ابن محفوظ. لا انت فاكره فهمك بقولك دونام ودونام. هو عشان ابن محفوظ بقولك سيبيه. تي 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 تعال تعال يا ابن محفوظ. فوزيه افتحي يا فوزيه يا محفوظ. هتاكل يعني هتاكل يا فوزيه يا محفوظ. فوزية اهو فوزية. فوزية فوزية معكم ولاء الشريف الساعة اليوم القاهرة.